السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بعمل نفس البروجرام الذي عملناه في السابق مع WPL Soft، لكن هذه المرة نقوم بعملية على ISP Soft، لأن هناك من يستخدم ISP Soft وهناك من يستخدم WPL Soft على حسب ما يفضل. إذا ده تفتح ISP Soft New Project، تضغط هنا، تتأكد أنك فتحت الكوم مانجر، أضفت الـ PLC الذي بصدد استخدامي، في حالتنا عندنا T12 SE. نتأكد أنك أضفت الدرايفر. إذا نفس الطريقة نقوم بفتح الويزرد من تول بار اكسلري. إذا تفتح لي، إذا تفتح لي النافذة بهذه الطريقة. إذا نفس الشيء أختار أول واحد، بما أن السي بي يو، بما أن الأنالوج كارد بعد السي بي يو مباشرة. إذا أضغط على زيرو، وعندنا DVP04AD أنالوج ديجيتال الذي هو موجود حاليا، الهاردوير الذي موجود. إذا كان عندك هاردوير غير فقط تختار من هذه الاختيارات. نعمل setup بنفس الطريقة، نذهب إلى input mode setting ونقوم باختيار write register، لأننا بصدد كتابة أول شيء. ماذا نقوم بقراءته من داخل الانالوج كارد؟ اذا اختار ال دي ميموري بت ام 1000 نفس الطريقة، هيد تو ليست. بعدها اذهب الى نفس الشيء channel 1 present value، اذا تعطيني فقط خيار read register، اضغط عليها. عندي condition نفس الشيء load، اختار ميموري بت ام 1000. إذا كما قلنا يمكنك استخدام أي input تناسبك في البروجرام. نحن فقط لأننا عندنا ام 1000 تكون on باستمرار، وتمكننا بقراءة الانالوج فاليو في عملية بشكل مستمر. إذا add to list، إذا يعطيني كتابة بروجرام بهذه الطريقة. أعمل أوكي okay. بعدها اعمل اوكي لهذا الويندو. اذا تشاهدون اعطاني البروجرام جاهز بهذه الطريقة. نتورك عفوا نقوم تحت، اذا نتورك 1. اذا الاي اس بي سوفت الميزة فيه انه يعطيك نتورك، مثلا يمكنك تصفح اي نتورك فيه بروجرام. اذا نتورك 1 فيه رايت الذي قمنا بعمله. إذا M1000 M1M2 هو 0. إذا في الـ ISP Soft لن تجد الـ Constant K، ولن تجد الـ ما يسمى H اللي هو Hexadecimal. إذا هذه يأخذ نظام ثاني 16 هاش 4 أصفار. إذا النتورك الثاني يكون فيه MLDM1000 from M1 M2. إذا كما اخترنا داتا ريجستر دي 0، إذا سوف نقوم بقراءة الأنالوج فاليو داخل هذا داتا ريجستر. إذا نعمل كومبايل، نقوم بتحميل البروجرام. نعمل اونلاين مود، هذا نقوم بالقيه حتى نشاهد فقط تي زيرو. نقوم نفس الشيء بتحريك قائمة متغيرة. اذا تشاهدون تي زيرو، القيمة التي داخل تي زيرو في تزايد مستمر انكريمنت. لما نرجع العكس ديكريمنت تناقص. وبنفس الطريقة ممكن نعمل بروجرام حتى مثلا نقوم بتشغيل output. إذا نقوم بعمل مقارنة، إذا في هذه الحالة نحن بحاجة إلى إضافة network. إذا تذهب إلى هذه add empty network after، إذا ضغطت على هذا يعطيك بعد البروجرام، إذا ضغطت على هذا يعطيك قبل. إذا نأخذ ld greater than
اي 0 اذا قلنا في الاي اس بي سوفت لا يوجد لا نستخدم الكونستانت كي اذا ناخذ مباشره 2000 كي اذا دي 0 اعطيني الارت واي 0 نقوم بإضافة الفريق الثاني ونفس LD بيتا دي زيرو ونأخذ 4000 هي 5 فولت تعطيني Alt كومبايل زيرو ايرور نقوم بتحميل البروجرام نفس الشيء الرام بي سي و نفتح اونلاين مود حتى نشاهد كل الكلام اذا تشاهدون هنا تي زيرو لان ما اصبحت اكثر من 2000 اشتغلت معنا واي زيرو الوسط تقريبا 4000 اذا اشتغلت واي 1 بعدها فقط تكون قيمة في تزايد ولما نرجع لما تصبح اقل من 4000 تصبح واي 1 اوف ولما ننزل اقل من 2000 واي 0 اوف طبعا لما يكون عندنا السنسر حقيقي هو الذي يتحكم هو الذي يعطينا هذه القيمة نحن فقط نقوم بقراءتها داخل البي ال سي ونستخدمها حسب حاجاتنا في البروجرام مثلا في البي اي دي او مثلا سبيد كنترول او اي شيء اذا بهذه الطريقة شاهدنا كيف نعمل برمجة انالوج انبوت على اول شيء عملنا على دبليو بي ال سوفت والان على اي اس بي سوفت شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء في حلقات قادمة